السلام عليكم، كيفكم يا تامر؟ ان شاء الله بتشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وصحه وسلامه. اليوم رح نبدا بوحده جديده بعد ما خلصنا كل حكينا وكل دروسنا عن وحده المال في حياتنا، حكينا عن تعريف المال مره ثانيه، اهميته، العمل وكيف هو الشيء الاساسي لحتى استطيع انه يدخل علي مبلغ معين او ايراد او دخل لي، كيف بياثر عملي على المبالغ اللي بتكون موجوده معي كاموال، وكيف بياثر مصاري التعليم على اختيار العمل وبالتالي برضه على دخل المال اللي حكينا عن الاعمال التطوعيه وشو فائدتها للمجتمع، حكينا عن اختيار عملك في المستقبل على اي اساس، حكينا عن مهارات الاتصال كثير مهمه لحتى الاقي عمل مناسب لإله وبالتالي بتأثر على الدخل، وحكينا عن التكنولوجيا بوجهتين النظر بتأثيرها على زيادة الفرص أو تقليلها من أعمال قبل قديمة واندثارها، حكينا عن كل هاي التفاصيل وعلاقة المال بالتكنولوجيا وبالأعمال وبالدخل. اليوم رح نبدأ بالوحدة الجديدة اللي هي إدارة المال، رح نبدأ بأول درس لإلنا، درس العرض والطلب. درس العرض والطلب، أوكي، نبدأ مع بعض. العرض والطلب، نبدأ درسنا لليوم، نفتح مع بعض على صفحة 55 لو سمحتوا، نفتح مع بعض على صفحة 55، هذا درسنا اليوم، درس العرض والطلب، نقرأ مع بعض المقدمة عشان نستنتج بداية قبل ما نحكي عن المقدمة بشكل بسيط. أي عملية شراء التجارة بشكل عام تتمثل بشو؟ بعملية الشراء والبيع. وببساطة بقدر أعرف العرض والطلب إن العرض نفسه هو عملية بيع وإنه الطلب نفسه هو عملية شراء، أوكي؟ بشكل بسيط، إن العرض والطلب هي نفسها عملية البيع والشراء. هلا رح نوضح اكثر وناخذ امثله وشو تاثير وعلاقه الاثنين هذول الاشيين ببعض. نبدا نقرا مع بعض مقدمه الدرس. معرفه الطلب ضروريه لفهم الكيفيه التي يعمل بها السوق. لحتى اعرف شو بدي ابيع لازم اعرف شو اصلا الناس بدها تشتري. لحتى اعرف شو اعرض لازم اعرف شو اصلا مطلوب مني وشو الناس بتحتاج. لهيك معرفة الطلب ضرورية لفهم الكيفية التي يعمل بها السوق، ففي اختصاص السوق يعمل الناس والشركات بتحقيق أقصى مصلحة بالنسبة لهم. تخيل أنك ستبدأ مشروعاً لإصلاح الدراجات، قبل أن تبدأ تحتاج إلى أن تعلم من أين سيأتي الطلب، يعني ما بروح بشتغل تصليح سيارات في منطقة ما فيها أصلاً سيارات زي الصحراء فيها إجمال الناس بتمشي على الإجمال أو على الحسنى. لهيك بقول لك أول شيء لازم تعرف وين رح يجي الطلب، من وين ستحتاج الى ان تنشئ محلك في منطقه بها العديد من راكبي الدراجات، يعني بروح على مكان اصلا فيها تراث ركب دراجات كثير، عشان انا بدي افتح محل لتصليح الدراجات اللي بكبها، اذا وبقليل من محلات الاصلاح، اذا لما افكر بانشاء اي مشروع لإلي بروح بدور اول شيء وين في مكان بتحتاج هذا الشيء اكثر شيء، وبنفس الوقت ما في عندهم هاي الخدمات موجوده. يعني انا مثلا بدي افتح سوبر ماركت، فبروح على اكثر مناطق فيها ناس وسكان كثير، لكن بنفس الوقت ما فيها سوبر ماركتات كثير، يعني عشان يكون في عندي طلب اكثر من باقي المناطق. للطلب، كيف ستقيس الطلب على خدماتك؟ يمكنك ان تقوم بزياره المحال الاخرى وتقيس ردود افعال المستهلكين على الاسعار المختلفه، يمكنك ان تسال المستهلكين عن الاسعار وتحدد الطلب من خلال تلك البيانات، لحتى اعرف شو بدي ابيع وشو بدي اعرض لازم اسال الاشخاص عن طلباتهم، عن الاسعار اللي ممكن يدفعوها، عن البيئه اللي انا بدي افتح فيها، عن توفر هاي الطلبات تبعتهم او لا، تتوفر بقد ايه الاسعار عشان اقدر اعرف شو بدي اعمل وشو بدي اعرض انا كبائع للمشترين. كما ان معرفه العرض ضرورية حيث يشير العرض إلى كميات مختلفة عن سلعة أو خدمة يريد منتجها بيعها بجميع الأسعار الممكنة. حتى أنا كمشتري لازم أعرف شو في عندي عروض، شو في عندي أشياء معروضة بالسوق. لما أنا أكون على دراية أكثر بأماكن عرض كثيرة بقدر أختار السلعة اللي بدي إياها بأفضل جودة، أقل سعر، أقرب مكان، أوكي؟ لهيك مهم كثير
كمشتري تعرف شو بينعرض، وانت كبائع تعرف شو مطلوب. اوكي نكمل. حيث يشيل عرض الكميات المختلفة من سعر اخذ ويريد وجوها بيع او جميع الاسعار الممكنة، تتفاوت كمية المنتجات المعروضة ايضا حسب السعر. فمع زيادة سعر السلعة ما يكثر الكم المعروض منها، وهذا ما يعرف بقانون العرض، لأن سعر السلعة يعتمد على العرض والطلب. إذا قانون العرض بنحكي عن شيء اسمه قانون العرض، وهذا قانون العرض بحدد شو على شو بيأثر، بحدد على بحدد سعر السلعة، بقول لك زيادة سعر السلعة ما يكثر الكم المعروض منها، وهذا ما يعرف بقانون العرض، لأن سعر السلعة يعتمد على العرض والطلب. سعر السلعة يعتمد على العرض والطلب. كل ما كانت السلعة مطلوبة أكثر، السلعة أكثر طلباً، شو بكون سعرها؟ السعر أعلى. الحالة الثانية، السلعة أقل طلباً، شو معنى السعر؟ السعر أقل. دائما السعر السلع المطلوبة أكثر بيكون سعرها أعلى، وهذا ما يعرف بقانون العرض، لأن سعر السلع يعتمد على العرض والطلب للسلعة في مكان ووقت محدد، وإذا تغير الطلب أو العرض تغير سعر السلعة. استعرف من خلال درس عن مفهوم الطلب والعرض والمطلوب مهم بالتسعير من خلال تنفيذ الأنشطة، يعني رح نعرف شو يعني عرض، شو يعني طلب، وكيف بقدر أسعر، وشو بيأثر العرض والطلب على سعر المنتجات. نفتح على صفحة 56 النشاط 1 العرض والطلب. طيب شو بنقدر نعرف مع بعض العرض والطلب؟ اذا بشكل بسيط بقدر اعرف العرض. نشوف مع بعض شو التعريف البسيط بقدر اعرف العرض والطلب بعد الحكي اللي حكيناه. اذا في عندك شغلتين اللي هي العرض والطلب. بشو بقدر اعرفهم؟ بقدر اعرف العرض المنتجات المعروضة من قبل البائع، والطلب المنتجات المطلوبة من قبل المشتري. اوكي، هذه ثلاث تعريفات بسيطة، رح ناخذ منها تعريف اوسع لهم. طيب نطلع هون، في عنا أربع حالات بهذا الجدول نشوفهم مع بعض. أنا هلا هذا الجدول موجود في صفحة 57، صفحة 57 هذا تابع لنشاط واحد. نشوف الحالات الأربعة، عدد كبير من الناس يرغب بالحصول عليه. عدد كبير من الناس يرغب بالحصول عليه. الحالة الثانية، عدد قليل من الناس، عدد قليل من الناس يرغب بالحصول عليه. هاي الحالتين، هاي الحالة الأولى عدد قليل كبير من الناس، عدد كبير من الناس، والحالة الثانية عدد قليل من الناس. نشوف نقطة ثلاثة وأربعة. ثلاثة بقول لك الكمية المتوفرة كبيرة، الكمية المتوفرة كبيرة، والحالة الرابعة الكمية المتوفرة قليلة، كبيرة وقليلة. هدول الحالتين اللي هون وهدول الحالتين اللي هون مع بعض، هدول الحالتين اللي هون اختصوا بإيش؟ بالطلب. وهدول الحالتين هون اختصوا بال عرض. نشوف شو هاي الحالة، بقول لك املأ العمود الأخير من جدول 2-1، هي جدول 2-1، بعبارة يزداد الطلب ينخفض الطلب، يزداد العرض ينخفض العرض. هذه بنعبر حسب الموقف الضمن في العمود الأول. عدد كبير من الناس يرغب بالحصول عليه، لما يكون في عندي منتج كثير ناس بدها تحصل عليه، بيزداد الطلب، بينخفض الطلب، بيزداد العرض ولا بينخفض العرض؟ إذا لما يكون في عدد كبير من الناس بيرغبوا بالحصول عليه، شو بصير؟ يزداد الطلب. مع بعض نكتب هون، يزداد الطلب. عدد قليل من الناس يرغب بالحصول عليه،
ينخفض الطلب. الكمية المتوفرة كبيرة يزداد العرض، الكمية المتوفرة قليلة ينخفض العرض. لكن إياك تكون ذكي وتنتبه إنه لما يزداد الطلب شو بيصير بنفس الوقت؟ يزداد العرض. إذا ما بدك تكتب تنتبه، لما ينخفض الطلب شو بيصير؟ لما ينخفض طلب الأشخاص شو بيصير؟ لازم ينخفض العرض. لما يسري نعيد مرة ثانية. بحكي لك لازم تكون ذكي وتفكر انه كل واحدة من هذول الحالات بتأثر بنفس الوقت، يعني الطلب بيأثر بنفس الوقت، شوف شو تأثيره. إذا الناس كثير بيرغبوا بالحصول على المنتج بده يزداد الطلب عليه، وبالتالي شو بصير في العرض؟ بقل العرض. يعني بطل في منتجات كثيرة، لما يزداد الطلب بتصير الناس تاخذه كثير، شو بصير بنفس الوقت بالعرض؟ يقل العرض. يعني في عندي منتجات قليلة بالسوق بطلت محلات تلحق عليهم. اوكي، عدد قليل الناس من الناس يرغب بالحصول على المنتج، بينخفض الطلب عليه، شو بصير في العرض؟ يزداد العرض، بصير في عندي كثير منتجات بالسوق ما عم تنباع، الكمية المتوفرة كبيرة بيزداد العرض، اوكي؟ لأنه في عندي كميات متوفرة كبيرة، بنفس الوقت لما يصير في عندي كميات متوفرة كثير كبيرة والعرض زيادة عن عدد الأشخاص، شو بصير؟ ينخفض الطلب. طيب الكمية المتوفرة قليلة ينخفض العرض، وبالتالي شو بصير بالطلب؟ يزداد الطلب، ينخفض العرض. لما يكون كمية متوفرة كثير قليلة بصير الناس تتخانق عليها، بينخفض العرض، ما في كفاية للأشخاص. لكن بنفس الوقت شو بصير بالكميات؟ إذا انخفض العرض شو بصير؟ بيزداد الطلب. أوكي. نكمل مع بعض هون هدول السؤالين في صفحة 57. سمي بعض السلع اللي عليها طلب مرتفع ما سعرها، سمي بعض السلع اللي عليها طلب منخفض ما سعرها، شو أكثر المنتجات عليها طلبات مرتفعة؟ مثلا الطلبات المرتفعة دائما، أنا هلا في صفحة برضه 57 اللي عليها طلبات مرتفعة مثل المواد التموينية، يعني الأكل والشرب، صح؟ لكن اللي عليها طلبات منخفضة، طلب منخفض، مثلاً فيني أحكي زي الألعاب الترفيهية، دائماً تكون طلبات مرتفعة على الحاجات، اوكي؟ لانها اشياء اساسيه، فدائما الطلبات المرتفعه بتكون على الحاجات، والطلبات المنخفضه دائما بتكون على الرغبات اللي هي الاشياء اللي مش اساسيه في حياتنا اليوميه، اوكي؟ نكمل مع بعض يا تامر. نفتح مع بعض صفحه 58، امثله على الطلب، الطلب الفردي وطلب السوق، ونشوف شو هذول الامثله اللي رح يحكي عنهم. في طلب بقول لك عندي شيء اسمه طلب فردي، في عندي شيء اسمه طلب السوق، نشوف شو الفرق بيناتهم، نقرأ مع بعض. يبين الجدول 2-2 عدد الدفاتر التي يريد ويريد 15 عاما شرائها، كما يوضح أسعارها، كما يوضح أسعارها المتفاوتة، إذا كان سعرها 7 دنانير فإنه يرغب في الشراء، وإذا كان سعرها 4 دنانير فإنه قد يرغب في شراء دفتر واحد. لاحظ إذا كان سعرها 3 دينار سيرغب في شراء 5 دفاتر. إذا السعر بحدد الكمية اللي ممكن يشتريها. إذا الأشخاص زينا بيطلعوا على الأسعار لما يشتروا. إذا كان سعر الدفتر 10 دنانير خلص بس بمشي حالي بواحد، لكن اذا كان سعر الدفتر مثلا دينار بقول اوكي انا معي 10 دنانير بقدر اشتري 5 واخلي 5 معي، فبصير انا بطلب اكثر اذا كانت عندي الاسعار اقل ومناسبه اكثر لإلي. طلب السوق، يمكن ان اوضح طلب السوق بحيث يكون على شكل جدول او رسم بياني، نقدر نطلع على طلب سوق دفاتر في احدى المدن، بقول لك اذا كان سعر نفس الشيء، بقول لك لما تكون دائما الاسعار اقل الناس بتطلب اكثر، سواء كان الطلب الفردي او طلب السوق، اذا كانت الاسعار مناسبه لدخلي
ولازم سعرها اقل من مثلا حالات اشتريت فيها قبل او من مكان ثاني، دائما بتشجع اشتري كميه اكبر. فكر في مبالغه كره القدم بين مدرستك ومدرسه مجاوره، طلبوا من بعض في مثلا يقوم ببيع انفجار المشاهدين، علما بان الناس عاده ما يشترون اكثر عندما يكون السعر منخفضا. كيف ستقوم بتسعير الانفجار بعد انتهاء الشوط الاول؟ بقول لك ليش يعني حكى لك الشوط الاول؟ بقول لك الشوط الاول هو حاله، يعني اذا مثلا اول شيء الناس ممكن تكون جايبه معها شيء بالشوط الاول، اصلا جايبه معها شيء تاكله، ملتهيين لانه يعني صاروا متشوقين للمباراه، لكن بعد الشوط الاول بنفس الوقت بدك تنتبه انه ما ضل وقت بدي استغل، يعني انا باول الشوط لسه الناس جديد جايين ومبسوطين وبدهم شيء يتسلوا فيه، بدي ابيع مثلا الكيس تبع المشوار مثلا بدينار، لكن بعد الشوط الاول ضل المباراه بس 45 دقيقه، لا 45 دقيقه ضل 45 دقيقه، وبعدين رح يروحوا كل الناس وبطلوا موجودين، لهيك بقدر انا ابيع بدل ما ابيع دينار ابيع بنص، وباخر ربع ساعه بقدر ابيع بربع دينار فقط بسعر التكلفه حتى ما اخسر شيء. اذا الوقت بيأثر بطريقة العرض، الطلب بتأثر على العرض والسلعة. طيب نشاط بيتي بدي اياكم تحلوا هذا النشاط اللي موجود في جدول 2/4 بالبيت، هذا واجب رح ارفق لكم اياه في الواجبات، ونكمل مع بعض باخر شيء بصفحه 60 نتذكر التعريفات. العرض، تعريف العرض هو مقدار ما يتوفر من سلعه ما، الطلب مقدار ما يطلب المستهلك من سلعه ما، الطلب مرتفع عدد كبير من الناس يرغبوا في الحصول عليه، عرض منخفض الكمية المتوفرة قليلة، طلب منخفض عدد قليل من الناس يرغب في الحصول عليه، عرض مرتفع الكمية المتوفرة كبيرة مما يؤدي إلى انخفاض السعر. هذول الأشياء بدكم تعرفوهم، تأثير السعر بتأثير العرض. إذا كان عندي العرض منخفض ارتفاع السعر، وعرض عرض منخفض ارتفاع السعر، عرض مرتفع انخفاض السعر، تمام. هذول الشغلات بدي إياك تركز عليهم، التعريفات وعلاقة العرض بالأسعار، اوكي. وصفحة 61 الأسئلة الدرس رح تكون عليك واجب. إذا يا تامر عندنا واجبين اليوم، عندك واجب النشاط البيتي الموجود في جدول 2/4 صفحة 59، وأسئلة الدرس في صفحة 61. لهون بنكون خلصنا درس العرض والطلب، وعرفنا شو تعريف العرض والطلب، شو الحالات الأربعة اللي بتكون في بتأثر على الطلب والحالات اللي بتأثر على العرض، كيف ممكن رغبة الحصول على الشيء تزداد أو كثرة تزداد من خفض الطلب، وبنفس الشيء بالنسبة للكميات على العرض. لهون بنكون خلصنا درسنا اليوم، بتمنى يكون كل شيء واضح. إذا عندك أي سؤال أو استفسار ابعث لي على الأبلكيشن عشان أجاوب أول ما أشوفه بأسرع وقت. لا تنسى نشاط بيتي وبرضه أسئلة الدرس، هذول رح يكونوا مرفوقين لقاء الواجبات. باي باي يا تامر، يعطيكم العافية، بتمنى لكم نهار حلو.